بتغيير المدربين، بعد في شكل مفتاح، بعد في سامي القفسي اليوم معناه مدرب جديد ما يعرفش الفريق نحب ولا نكره، لكن عنده الكفاءات تبارك الله عليه، خليت لي التغيير ما اثرش برشا على الفريق. وشفنا بعد فوز خارج الميدان 3-2 يتغير المدرب، وتبارك الله معناها خونا الزلفاني خلات اللي سليمان مش تقلق برشا فرق، وعلى علم وانا كي لعبت ضد الترجي التونسي في تونس الناس كل شافوا اللي الفريق هذا يلعب باش يربح ما يلعبش باش يعمل تعادل، واذا كان عمل تعادل يبدا فرحان، لكن يلزمه يغير الطريقه نتاعو في الميدان نتاعو، خاطر بعد ساعات هو يسجل وبعد يقبل هدف، معناها ما فماش تركيز في الفريق بعد ساعات، لان هما سي دي جوار. سليمان ما نجمش نسمي لك لاعب في بلاصه لاعب اخر، معاملين على الكوليكتيف، وهذه طريقه اكسبسيونيل اللي خلات اللي اليوم سليمان باش تقلق برشا فرق في سليمان وخارج سليمان. اتحاد بن قفدان يواصل نتائجه الايجابيه 1-0 ضد الاولمبي الباجي. اتحاد بن قفدان دوميسيل راهو باش تقلق برشا فرق، لان الاولمبي الباجي جاء باش يحضر، وهذه فريمون بريز دو بوزيسيون كوراجوز من خالد بن يحيى، لان يقبل ممكن جيعان كره هو، لان قبل الفريق اون ديبلاسمون قدام اتحاد بن قفدان، المدرب نتاعو كان هو لاعب نتاع خالد بن يحيى اللي هو حسن القافي، خلات اللي فريمون شويه لنجح في الطريقه نتاعو، لولا الكوارت الاحمر اللي صارت، وصارت لقطه اللي ما عجبتنيش برشا اللي بعثوها لي انا من فريمون حتى من المانيا، بعد باش يكون معنا ان شاء الله بالتليفون المونجي الاسود رئيس اتحاد بن قفدان، كان تقريبا هبطوا بيان اليوم الصباح وباش يقع احاله زوز ملاعبيه منذر القاسمي ومحمد بن درش على مجلس التاديب. تحيه لاخواتنا في بن قفدان، انا تعرف ديما نشكر في بن قفدان على العمل اللي قاعدين يعملوا فيه، ونشوف النتائج معناها قاعده تتبع وكل شيء. اليوم اللي عملوا منظر القاسمي، انا من الملاعبين اللي نحبهم برشا، اللي عملوا سي فريمون الحاجه نتاع باش تكلف له برشا، باش تكلف له غاليه برشا، وشكر لهيئه اتحاد بن قفدان اللي خذاوا القرار ديجا توا، لان ما يجيش فريق اسمه اتحاد بن قفدان وجماهير بن قفدان اللي انا زرتهم ونعرف شنو ما قيمه الفريق هذايا في الجهه هذيا، لكن اليوم ما عندكش الحق، اليوم التصرف نتاعك فريمون هذايا ما يليقش بلاعب في المستوى نتاعك، وما يليقش بلاعب يلعب في اتحاد بن قفدان في المرتبه الثانيه. مستقبل الرجيش ياكد الفريق هذايا قاعد الوجه الممتاز اللي قاعد يقدم فيه بعد صعوده في الموسم الحالي للرابطه الاولى، 3-0 ضد النجم المتلوي، فريق عنده دفاع متميز، والمقابله هذه حتى الهجوم نتاعو ضرب بقوه. سامحني المدرب شكونه؟ سعيد السيبي مدافع. راهو في العالم اجمع كي تحب تكون فريق تبدا بالدفاع نتاعك، في العالم اجمع. هذه حاجه يلزموا الناس تاخذوها، تبداش عندك احسن هداف وما عندكش دفاع تنجم تطيح الدرجه ثانيه. اليوم كان الناس تجي تتفرج من خارج تونس، يجيو يتفرجوا في مستقبل الرجيش، كي كان يسالوا سؤال تقول لهم قداش ليهم هذوما في الدرجه الاولى، تقول لك دوبي ليترنيتي. دونك هذايا فريق لاول مره في الدرجه الاولى، لاول مره يلقى روحه فريمون في شامبيونا دو تونيزي اون بريمير ديفيزيون، وتشوف المردود هذايا الموجود الدوميسيل والاكستيريور يلعبوا بنفس الطريقه. بنفس الطريقه وعنده ثقه في الملاعبيه الكل. انا المره الاخرى استغربت بوجود زياد الجبالي في سوسه كتيتولير بعد ما نعرفش سنه ما يلعبش ولا سنه ونص، لكن زياد الجبالي فاجأني بالقوه الشخصيه نتاعو، عدى مباراه اكسبسيونيل. اليوم يحط حارس مرمى اخر يلعب ويفوزوا 3-0 الاكستيريور ضد فريق اللي قاعد يلعب في كره قدم اكسبسيونيل اللي هو المتلوي. اما صعوبات كبيره قاعد يعيش يعقوب يغادر الفريق هذايا، لكن الى ان ظروف العمل انا قلت سامبلومون قبل ما تمشي باش تقبل كسوسوا اسكندر القصري ولا قيس اليعقوبي، راهو سي يفو اتيدي شنو هو البرنامج، لان اليوم كي تمشي وبعد 3 أسابيع ولا 4 أسابيع ولا 5 أسابيع تقدم استقالتك ولا تغادر الفريق، هذه ممكن يلزم واحد يتراجع في القرارات نتاعو، لان الظروف صعيبه برشا في المتلاوي لقيس اليعقوبي وفي تتوين لاسكندر القصر.
الاتحاد المونستيري ظهر لي قاعد يرجع في الفورم نتاع الموسم الماضي، فاز على اتحاد طاوين 4-0، وانت كنت تحكي على اسكندر القصبي اللي كان غادر وخلى مكانه شكر الخطوي. هو الاتحاد المونستيري راهو شوف الحاجه الاكسبسيونال في الجمعيه هذيا، ولو غادروه برشا ملاعبيه وكان قرار معناها كي تشوف انت على فان سيزون شنو اللي قال خويا لاسحا جرده، قال اللي باش نعملوا نفس الشامبيونان انا جيتي با داكور افيك لوي ولقيت جافي ريزون، لان في العالم اجمع راهو كي غادروك لا كولون فيرتيبرال راهو باش تتعدى بسيزون صعيبه برشا، وصارت لايستر في انجلترا وهزوا التيتر ومن بعد غادر رياض محرز وانجولو كونتي وبعد يلعبوا على التياح في 2017. دونك نقول تو سامبلومون اللي يلزم الجماهير والناس الكل تصبر على الاتحاد المونستيري، سي دو ميوز اون ميو بتتر بجوار الجدد هذوما اللي ان شاء الله باش يعوضوا الملاعبين الاخرين، لكن قاعدين يعرفوا حاجه اخرى اللي فريمون كانت ذكيه برشا في التعامل مع سي توفيق زعبوب كاسيستون مع مسيو لسعة جردة. انا ما نسميهش اسيستون لان جو سوي كونفانكو اللي سافا تيتر فريمون زوز من الناس لا ميم ديسيزيون، السنين اخلاق وتواضع ما شاء الله خلات والاكسبيريونس بيان سور خلات اللي الاتحاد المونستيري راهو باش تصير دو طون زون طون حاجات اللي معناها في المستوى الفريق في المباريات، لكن ينجم يصلح بشويه بشويه وبقدره ربي ماشي بعيد ان شاء الله. نكمل مع اخر مقابله معك سي المنجي، ثاني مقابله اسفل الترتيب بين جي اس كا والسيابي انتهت بالتعادل السلبي دون اهداف، وثاني نقطه للجي اس كا تقريبا منذ الجوله الثانيه، جي اس كا محقق حتى نقطه ثمينه جابها من بنزرت في ظل الوضعيه الصعيبه للفريق. اول حاجه نشكر اخونا مراد العقبي اللي رجع فريمون ويدرب الفريق، لان دون لي مومون ديفيسيل حشتنا باولادنا، لكن الحاجه الباهيه سيك مراد العقبي جا البنزرت باش يفوز على النادي البنزرتي، ونتفكر احنا شنو اللي صار معناها في الدقيقه في اخر الوقت دخل اللاعب هذاك المهاجم دحنوس في المباراة هذه، لأن عرف اللي هو نجم يفوز لؤي دحنوس، لؤي دحنوس يوريك افونسونت يوريك اللي هو شاف اللي نجم يفوز على الفريق هذايا، لكن نقطة استفهام زاد في نفس الوقت في السي ا بي كيفاش دوميسيل انت ما تتخلى على جمال الدين شتان، تتخلى على البرازيليان اللي كانت انت دابو ما عندوش برشا، ولو اذا كان هو ماهوش ملاعب اللي لازمك علاش تنتدب فيه، وبعد دونك ثم اشياء اللي قاعده نستغربوا فيها في النادي البنزرتي بعد ساعات التغييرات هذيا، لان كي تشوف انت تسوالو اي دحنوس كي تخل تشوف احمد العامري تشوف ما شاء الله اسامه بوقره تشوف عمر براوي فريمون ثم فريق قاعد يلعب في مستوى عالي، لكن نادي البنزرتي زاد نجم نستغرب في التغييرات اللي قاعده صايره، لان شفناه جمال الدين شتال اللي هو لو ميور بيتور نتاع النادي البنزرتي ا دوميسيل جو دي بيان ا دوميسيل تخليه احتياطي، هذه نقطه استفهام. وجو بونس ونقولها ما يسالش اللي انا سي العربي الزهوي راهو جي انورمون دو ريسبي بور سو مسيو، مي راهو بعيد 40 ans ولا درا قداش على لو هو نيفو، دونك يلزمو زاد شويه وقت باش نشوفوا بتاتر نتيجه ميور او نيفو دو لا جيستيون دو جروب. يعطيك الصحة، شكرا لك سي المنجي على كل الإضافات الفنية اللي مديتنا بهم. أهلا بيك خويا. باهي نكمل مع الكلاسمون نعطيكم نتاع الشامبيونا، ليسبيرونس الأولى عندها 25 نقطة تنقصها مقابلة ليتوال، الثانية تنقصها مقابلة أيضا عندها 20 نقطة ومعها أيضا اتحاد بن قردين في نفس الكلاسمون، ثم السي اس اس 18 نقطة تنقصها زوز مقابلات، سليمان أيضا 18 نقطة ومعها مستقبل رجيس، ثم نلقاو اليو اس مول متلاوي عندهم 14 نقطة اتحاد تنقصوا مقابلة، التاسع نلقاو الملعب التونسي 13 نقطة تنقصوا مقابلة، السي ا بي عنده 10 نقاط ومعه الأولمبي البيجي تنقصوا مقابلة، 12 نلقاو اتحاد تطاوين ب 8 نقاط، 13 نلقاو الكلوب قبل الأخير ب 7 نقاط، وفي أسفل الجدول نلقاو جي اس كا بزوز نقاط وتنقصوا مقابلة وحيدة. فاصل ثم مكملين في بلاي حتى لما تفهم نص بعد شوية نحكيو على التحكيم في دربي مع الحكم السابق ما كان من لقامة.